يوم معسكر أنطاليا، هل كان ذو فائدة فنية؟ وأنت بالتحديد يعني شفت اللاعبين الدعش اللي جوك، تقريبا دعش لاعبين مغتربين كانوا، كم لاعب راح يتم ضمهم للمنتخب الأولمبي في معسكر أربيل على ما أعتقد؟ طبعا بالنسبة لكل معسكر عندنا أهداف، يعني الهدف من معسكر أنطاليا هو معرفة اللاعبين اللي اختاريناهم، عن طريق لجنه للاخوان في السويد، لكن الخيارات ممكن انه كل مدرب الى نظره للاعب، لكن انا اعتقد انه خياراتهم وايضا من خلال المستوى الفني اللي شاهدناه لهؤلاء اللاعبين اليوم انطلقت قائمه بتسع لاعبين. المفروض انه تنجز زراعتهم على اعتبار ان هؤلاء التسع لاعبين هم ضمن خياراتنا النهائيه. نقدر نعرفهم التسع لاعبين من هم؟ التسع لاعبين منو كابتن عبد الغني؟ لحد نعم ماكو مشكله، لحد الان احنا لدينا الحرار قيس العاني وريان ابراهيم، بالاضافه الى المدافعين عباس محمد و امين العقري ومروان القاسي و احمد حسن وايهاب ناصر، يعني اعتقد انه بالاضافه الى رياض بولوس، يعني لؤي العاني انا اقول انه صاير تسع لاعبين ممكن يكونون اكثر، لكن الان بالتسجيل اللي راح نحتاجه التسجيل الاولي هؤلاء اللاعبين يراد لهم عمل كبير. العمل الكبير واحده منهم هي تغيير وجهه الاتحاد، يجب ان يكون هذا العمل من الان، بالاضافه الى استحصال كل المستمسكات اللي يكونون متاحين لنا. طيب الان مثل التسع اسماء ممكن يكونون 12 ممكن يكونون 13، لكن القاعده الاساسيه يعني انت اللي اجوك لمعسكر انطاليا انت مقتنع بهم، يعني اختيارهم صحيح كان من قبل اللجنه؟ نعم ويفيدون المنتخب. بالاضافه الان الى المدافع عباس محمد يعني واحد من اللاعبين ان شاء الله يكون ايضا اضافه، رغم انه هو ما كان معنا بالمعسكر السابق، لكن عندي معلومات اكيده وحاجتنا لهذا المركز تجعل انه من الان يجب ان نعدل باجراءات تسجيل اللاعب. زين اكو موضوع اخر، مواقع التواصل الاجتماعي سالتك ليش ما مستدعي ريبين اسعد؟ عمره كبير لو شنو الموضوع؟ مره استدعيته انت في البصره ريبين اسعد، مره استدعيته على ريبين هو مواليد 96، الان ما يسمح له. عندنا اقول طيب. الان اسعد هو من ضمن الخيارات اللي معسكر اربيل. الان اسعد لكن ما عندي تصور عنه واضح، ممكن يعني تكون عندنا قناعه فنيه يكون هو ممكن اللاعب الاخير او طيب الخيارات القادمه. معسكر اربيل كم الفتره مالته؟ ايش قد راح تكون؟ هو ايام الفيزا دايم من 12 الى 20 طيب بالنسبه لجوازات السفر المستمسكات العراقيه للاعبين المغتربين من راح يكملها؟ يعني انت تكلمت مع اتحاد الكره حول هذا الموضوع، من راح يتكفل بهذا الموضوع؟ هاي امور اداريه، يعني مو من المعقول انت مدرب منتخب تروح تراجع بنفسك، صح ولا لا؟ لذلك المعسكر كان من المفترض احنا ماخذين اجراءاته كلها في الدوحه. غيرنا المعسكر الى اربيل حتى نتمكن من يعني الوصول بشكل نهائي على كل لاعب ماذا يحتاج. طيب يعني وطلبنا انه بعض من الاخوان بالجوازات، بعض الاخوان اللي ممكن لديهم خبره بهذا الاتجاه ان يكونوا معنا ايضا في اربيل، راح نقول انه سين من اللاعبين يمكن يحتاج للاجراء الاتي، هذا يعني مو عملي، المفروض اكو خط اخر مهم جدا لانه الوقت دائما مو صالحنا، يعني اكو اجراءات يحتاج لها وقت، اجراءات تغيير الاتحاد مهمه جدا وتحتاج لها وقت طويل. الاخوان في لجنه العلاقات عليهم ان يتعبون بكل الامور اللي يحتاجها من الان، يعني نقول بعد شهر ونقول والله مو احنا ملازم كان نعمل بلان شيء. انا من اليوم انطيت اسماء تسع لاعبين اللي ذكرتهم لك. طيب من اليوم احنا اليوم اعتقد ثمانية 11 البطوله 20 3
التسجيل ممكن يكون مطلع شهر 12 من الان. اقول انا الدوله تسع لاعبين كملوا اجراءاتهم الاداريه. يعني انا تفضلت انا مو شغل الجانب الاداري. صحيح إيه؟ انا جانب فني. جانب فني اقول مين من اللاعبين انا عندي قناعه فنيه دي اجراءات الاداريه عندما تتركها انا ما مسؤول عنها.